السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في لاشين ديالكم. وكنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم على فامي، على لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو لها، على لي جيم. الا كنتي مازال ما تابونيتيش، عفط على هذيك ابوني، كليكي عليها ومرحبا بك في لاشين ديالنا ولا فامي ديالنا، راه كترحب بك. ولا كنتي مهتم بالهجره، خاص تعرف على انه المحتوى ديال اليوم اللي غادي نبارطاجي معك غادي يسمح لك باش تقدر تهاجر لكندا وتصوفي راسك وتسوي الوضعيه اسرع فرصه. دونك الا كنتي مازال في المغرب اولا جاي لكندا رابيدمون وكتسول راسك شنو خصني ندير ايونس باش نقدر نقاد لا سيتوياسيون، وشنو لي زاستيوس شنو خصني ندير باش نوجد راسي باش نجي هنايا نلقى عقد عمل. الا بقيتي معايا حتى الاخر ديال الفيديو غادي نشرح لك بالتفصيل الممل كيفاش تقدر تلقى عقد عمل فابور، حيت كاينين الحلول المتعدده. ممكن تلقى عقد عمل انت راسك، وممكن تدوز باغ ان كونسلتون وهو يلقى لك عقد عمل. حيت خصكم تعرفوا على ان الناس اللي كيكونوا هنايا فيزا فيزيتور كيكونوا حظوظهم اكثر من الناس اللي باقيين في المغرب. هذا ما كاينش على ان الناس اللي في المغرب ما عندهمش حق يبوستولي اونلاين، لا عندك حق تبوستولي اونلاين. هادشي علاش راه غادي نوريك شنو هما لي سيت ويب اللي ممكن تبوستولي فيهم باش تلقى عقود عمل، وغادي نوريك فاش تجي هنايا شنو خصك دير قبل قدومك الى كندا باش حظوظك تكون اكبر. وهكا فاش تجي غيكون السي في ناضي وغتبدا تبوستولي، وهكا بعد شهر ولا شهرين غتكون حصلتي على عقد عمل وغادي تبدا في لي بروسيدور باش تسول الوضعيه ديالك وتجيب لا فامي ديالك، فهمتيني؟ دونك نبداو بالمساله الاولى على انك نتايا مازال في المغرب وباغي تجي هنايا عن طريق السياحه. إيه الا بغيتي تجي وتسول الوضعيه ديالك وتقول شنو خصني ندير مازال ما جيتش لكندا، شنو الله يرحم والدينا يونس شنو هما لي برو لي زيتاب اللي خصني نمر منها. اول حاجه غنصحك مادام باقي ما جيتيش هنا لكندا هو انك دير اون فورماسيون. شنو هي هاد لا فورماسيون؟ كاين واحد لي فورماسيون اونلاين، يعني فتره تدريب كديرها في المغرب، وهاد فتره التدريب كديرها في المجال اللي كيعجبك. انا هضرت البارح على بريبوزي او بينيفيسيير، هاد لا فورماسيون ديال بريبوزي او بينيفيسيير كديرها اونلاين، فهمتيني؟ ثاني حاجه باش تقدر تسول الوضعيه هي لا فورماسيون ديال لا كويزين. كدير نعم سي فورماسيون ديال لا كويزين انترناسيونال، وهاد لا فورماسيون كتكون باللغه الفرنسيه. ملي كدير هاد لا فورماسيون كيكون المده ديالها شهر، تقدر ديرها في المغرب وتقدر ديرها هنايا، تقدر ديرها حتى اون بريزونسيال. وهاد الفورماسيون راه ما كتفوتش 1000 درهم، 1000 درهم 100 اورو شحال كدير هاد لا فورماسيون اونلاين، والديبلوم كيصيفطوه لك باغ لا بوست كيجي حتى لعندك، فهمتوني؟ هادي هي المرحله الاولى. دونك فورماسيون الاولى كدير فورماسيون ديال لا كويزين او لا باتيسري او شي حاجه بحال هكا، وهكا كيكون عندك ماشي غير الديبلوم اللي عندك انيسيالمون، كيكون عندك واحد الديبلوم اخر. حيت فاش كتجي هنا خاصك تقلب كاع المجالات، والمجالات اللي مطلوبين هنا في كندا بزاف هو المجال ديال لا كويزين، هو المجال ديال الفاست فود. دونك سالينا من لا فورماسيون الثانيه، دابا غندوز للفورماسيون الثانيه. ثاني فورماسيون كيديروها الناس ملي كيجيو هنا لكندا وكيلقاو بها فرص عمل هي ايد ايدوكاتريس. هذه بالنسبه للي فام كتجي كدير فورماسيون ديال ايد ايدوكاتريس، كدير فورماسيون في السكوريزم، كدير واحد الحسن السيره عند البوست ديال البوليس، ومن تما كتدفع في لي كاردوري. الفورماسيون الثالثه اللي تقدر دير اونلاين وتصوفي بها راسك هي فورماسيون ديال بريبوزي او بينيفيسيير. راهي رجعتي للفيديو ديال الاخر، راني درت فيديو كيهضر لك على كيفاش تخدم في دار العجازه، كيفاش تلقى هاد لي زوفر دومبلوا، وكيفاش دير هاد لا فورماسيون. وخليت لكم في صندوق الوصف لي زيكول اللي كيديروا لك لا فورماسيون اللي كتراوح المده ديالها من شهرين حتى 3 شهور، والمبلغ ديال هاد لا فورماسيون من 3000 حتى 4000 دولار. دونك سالينا مع الفورماسيون الثانيه، دابا غنهضر لكم على الفورماسيون الثالثه. تالت فورماسيون اللي كيديروها هي فورماسيون ديال اجون دو سيكوريتي. اجون دو سيكوريتي ممكن يديرها راجل وممكن ديرها امراه. فاش كدير هاد الفورماسيون ديال اجون دو سيكوريتي اللي كديرها مع غواردا سيكوريتي، هاد الفورماسيون كدير اونلاين. ملي كدير هاد الفورماسيون اونلاين فاش كتسالي كتسمح لك انك تخرج بهذاك لو سي في ديالك، تبدا تبوستولي في الشركات ديال السيكوريتي اللي عندهم نقص كبير في العامله. مثلا بغيت تخدم اجون دو سيكوريتي غتبدا بكثر من 22 دولار الساعه، باغي تخدم كويزيني غتبدا بكثر من 23 دولار الساعه، باغي تخدم مثلا في الدومين ديال الباتيسري غتخدم بكثر من 21 دولار الساعه. كاينه فورماسيون اخرين عاوتاني ممكن ديرهم الا كنتي جاي من المغرب. مثلا كاين صديق اللي دار فورماسيون ديال السودور، لا سودور، كدير فورماسيون في لا سودور في البلاد، كتمشي عند واحد مول المحل عنده السودور كتعلم معاه، كدوز مع واحد المده كتدبر عليه بواحد المبلغ كيعطيك شهاده ديال العمل. ملي كيعطيك شهاده ديال العمل على انك خدمتي في لا سودور، شنو كدير بهذيك شهاده العمل؟ كتشد شهاده العمل كتمشي عند تراديكتور محلف، عند الترجمان، كتقول ليه ترجم لي هذيك، يزيد هذوك لي كاشيات باش هكا كيفرق عليك هذاك السي. كتولي لومبلويير كيشوف هذيك اتيستاسيون دو ترافاي كيقول اوه
دايرة اغري لو نو تيرم سيني فيها دونك راه داكشي مسوق هو ما عارف هذاك الشرعه دبرتي على خونا ديجا اتيستاسيون دو طرافاي وانتهى. الحاجه الثالثه بالنسبه للكويزين، الناس اللي خدامين في اللي غياخذوا ديبلوم ديال الكويزين كتمشي عند شي واحد اللي عنده سناك عنده ريستورون كتقول لي فوالا انا بغيت نجي ندبر على راسي بغيت تعطيني اتيستاسيون دو طرافاي. كاين بزاف ديال الحباب اللي كيعطوك اتيستاسيون دو طرافاي كتمشي عند تراديكتور كترجمها وهكا فاش كتجي كيكون عندك سيفي ناضي عندك اتيستاسيون دو طرافاي عندك ديبلوم ديالك تحت منك وهكا كتوجد راسك كتشي الناس اللي باقيين ما جاوش هنايا لكندا. هادشي علاش كيسولوني بزاف ديال الناس كيجيو لكيوبيون راه جاتني جات غتخرج ليا فيزا سياحه شنو خصني ندير كيفاش نوجد راسي والفرونسي وجدوا راسكم باللغه الفرنسيه علموا راسكم بداو ديروا دي سيميلاسيون ديال لي زونتروتيان غنبدا نشد واحد بلا فامي غندوزو غنحطو قدامي غنبدا يبدا يسولني دي كاستيون ونبدا نجاوبو في هذاك لونتروتيان باش ننجح لونتروتيان ديالي. دونك هادو هما لي سكري هادو هما السوارت ديال النجاح كيفاش تقدر تسول وضعيه. دابا غندوزو الناس اللي مازالين في المغرب وكيقولوا لي يونس كيفاش نقدروا نحصلوا على عقود عمل. الا بغيتي الا كنتي ديجا سمعتي لي من البدايه وسمعتي لان هاد لي فورماسيون مهمين راه غتمشي وغتبدا في شي فورماسيون من هاد لي فورماسيون اللي قلت لك بريبوزي او بينيفيسير اون لين لا كويزين سودور شي حاجه ديال المينتونس شي حاجه اللي مطلوبه هنا وكيف ناقص كبير ومحتاجين يجيبوا بها بنادم فهمتيني. دونك الا كنتي في المغرب وبغيت تقلب على عقود عمل دابا غادي ندوز للورديناتور غنشرح لك شنو هما لي سيت ويب اللي كتلقى فيهم دي زوفر دومبلوا اون انترناسيونال شنو هما لي سيت ويب اللي مطلوبين وعندهم اون بون ريبيتاسيون. وهاد لي سيت ويب اللي غنبارطاجي معاكم راه دي زاجونس دو ريكروتمون اون انترناسيونال كيخدموا بهم كيدخلوا لهاد لي سيت ويب وكيقلبوا على لي زوفر دومبلوا وكيبداو يصيفطوا لهم لي سي في ديال لي كونديدا ديالهم باش هكا كيولي هذيك لاجونس واكله مع لاجونس واكله معاك حتى نتايا. دونك انت الا بغيتيش دوز من اجونس ممكن انك دير هاد البروسيدور نتا راسك وانك تلقى هاد ندخلك تلقى هاد لوفر دومبلوا. ملي كتلقى لوفر دومبلوا ثاني كتلقى عقود عمل بالمجان يعني كتقدر تحصل على عقود عمل بطريقه زوينه فابور غراتويتمون وهكا غتصيفط لهم سي في كون نادي كندي. ولا ديجا شرحت لكم في فيديوهات كيفاش تقدروا سي في صوبوا سي في متقون سي في كنديان مغيز وهكا غيكونوا حدودك اكثر. الا كنتي بغيتي تجي عن طريق سياحه اولا باغي تقلب على عقود عمل من بلادك راه كاينه هاد لا بوسيبيليتي ولي سيت ويب اللي غنعطيك راه مسوقرين ومضمونين. خاصك غير انت تخصص واحد 30 دقيقه اولا ساعه من وقتك مره وتجبد هذاك لورديناتور اللي مطرفو في البلاكار تجبدو تمسح هذيك الغبره وتبدا تقلب توجد لها سي في وتبدا تقلب وتبدا تبوستولي. ما تستناش هذاك الكونسلتور حتى يعيط لك يقول لك يونس راه لقيت لك اوفر دومبلوا اجي باش دوز اونتروتيان. راه انت راسك ممكن تلقى اوفر دومبلوا انت راسك ممكن تبدا في لي بروسيدور وهكا غادي يكونوا عندك واحد الحظوظ كبيره انك تجي كندا وتسول وضعيه وتجيب لا فامي ديالك الا بغيتي تجيب حتى لا فامي ديالك. وغادي تشوفوا معايا غنعطيكم امثله كيفاش تقدروا تحصلوا على عقود عمل بالمجان. الموقع الاول هو غيشي دومبلوا هذا هو الموقع رقم واحد في البحث على عقود عمل اللي كيستعملوا حتى المستشارين في الهجره وحتى لي زاجونس دي ريكروتمون اون انترناسيونال يعني لي زاجونس اللي كيقلبوا على فرص عمل او عقود عمل على الصعيد العالمي. هنا غنعطيكم مثال ديال كويزيني وهنا نتوما كتشوفوا حاليا كاين اكثر من 150694 اوفر دومبلوا. فاش كندير كويزيني كندير غوشيرشي وهنا كيطلع لينا 9169 اوفر دومبلوا. وهنا فاش كتكون فرونسي يعني كتكلم غير اللغه الفرنسيه كتختار كيبيك وكتختار نوفو برونزويك حيت هادو هما المقاطعات اللي كيهضروا باللغه الفرنسيه. وإذا بغيتي تكثر الحظوظ ديالك والصراحه باش نكون واقعي معكم الناس اللي كيمشيو لونغلوفون كيكون حظوظ ديالهم اكبر وهذا احسن مثال. هانتوما كتشوفوا البرتا باغي اكثر من 2400 كولومبي بريتانيك اونتاريو يعني لي بروفانس انغلوفون كتريكروتي وكتجيب لي العامله اكثر من المقاطعه ديال كيبيك. هذا هو الواقع اللي بزاف ديال اليوتيوبرز ما كيبغيش يقولوه لكم ما كيبغوش يقول لكم في 150000 عقود عمل ولكن 150000 عقود عمل راها 80% ديالهم او 70% كتلقاهم انغلوفون ولو غيست كتلقاه فرانكوفون. انا اختاريت لكم وريتكم كيفاش تختاروا
لي زوفر دومبلوا فرانكوفون، ولتحت تقدروا تختاروا بلوس واش طون بلان غتكون بيان سور طون بلان، وتختاروا اوسي اوفر دومبلوا اون انترناسيونال. هذا هو السيت الاول. دابا غندوز معكم للسيت الثاني. السيت الثاني هو وورك بوليس، وهادو كاملين غنخلي لكم الرابط ديال كل واحد في صندوق الوصف باش تدخل وتقلب على راسك بوحدك. وهنا في هاد السيت ديال بوليس درت كويزيني، وهنا درت غوشيرشي اوفر دومبلو، وطلع ليا ها هو كاين شيف دو بارتي بيرمانون في مون ترومبلون، كاين عاوتاني كاج براسري سبورتيف، كاين عاوتاني كيسي سوشي شوب، شيف كوسوف سوسي، شيف دو بارتي، هادو كاملين دي اوفر دومبلو كومي دو كويزين، ايد كويزيني، كويزينيير، فري بونتيني. هادي فغير هنايا في غير قريبة هنايا السيت ديال قريبة غير في كيبيك. هذا هو عطيتكم مثال، غنعطيكم مثال ديال سودور، سودور، وغتشوفوا معايا لي زوفر دومبلو هما فالي جونكسيون، اسومبلور، سودور، سودور في مونريال، سودور في بوا بريون، تخوا ريفيير. انا عطيتكم امثله ديال الحرافين اللي مطلوبين وباغينهم بزاف هنايا كيقلبوا عليهم، وبحال الميكانيسيان حتى همايا، فهمتوني؟ هادو هما الامثله ديال لي زوفر دومبلو اللي موجودين، كيطلع لك هنا الديسكريبتيف، وباش كتبوستولي كتجي كدير كونديدا رابيد، وهنا كدير لو نوم ديالك، اسم الكنيه، نمرة الهاتف ديالك، الايميل، المدينة، وكتبوستولي اون انترناسيونال. هذا هو السيت الثاني ديال ريكروتمون. السيت الثالث هو وورك بوليس، هو مونستر. هاد مونستر سيت زوين، كيعطي دي زوفر دومبلوا اون انترناسيونال، ممكن تلقى فيه عقود عمل بالمجان، كيعاونك باش تصايب سي في، كتلقى لي زوفر دومبلوا في كاع المجالات، مثلا كويزيني، وطلعت ليا كاع لي زوفر دومبلوا ديال كويزيني هنايا نوفو. كاينين دي زوفر دومبلوا لي فرانكوفون، وكاينين دي زوفر دومبلوا لي انجلوفون 24 جور. هادي كويزيني، هذا فيما يخص السيت ديال مونستر. 19 جور، 23 جور، كاين لي 24 جور، كاين لي 7 جور، 8 جور، على حساب نتا و لوفر دومبلو اللي كطيح فيها. هذا هو السيت الاخر، هو شنو هو انديد. كتجي كدير انديد، كيطلع لك هذا لو سيت، كتدخل ليه، وهذا هو كيعطيك فرص عمل مزيانين اون انترناسيونال. كيقول لك سودو اسومبر غوشيرشي، وكيبدا يعطيك لي زوفر دومبلو بالصالير والبلاصه فين كاينين، طون بلان ولا طون بارسيال، انت تختار ديما طون بلان، وهانتوما الصالير من 20 حتى 25، وبداو تبوستوليو. ها انتوما شفتوا معايا، دزنا لورديناتور، شرحت لكم كيفاش تقدر تلقى عقود عمل. غنخلي لكم هاد لي سيت ويب اللي شفتوا معايا كاملين في صندوق الوصف، وهكا غتدخلوا لشاك سيت ويب وتقلبوا على لي زوفر دومبلو انتوما راسكم. راه هاد الشرح اللي شرحت لكم، راه نجيب خويا الصغير نقول ليه هكا شد لورديناتور قلب لي على لي زوفر دومبلو غادي يجبدهم ليا، ولا قلتي لي انا يوسف كنتبع مرارا وتكرارا وما توفقش، خاصه على ان كاين مشكل في السي في، كاين مشكل في لا ليتر دو موتيفاسيون، كاين مشكل في لا ميثود باش كتبوستولي. هادشي علاش على فامي خاصكم تعرفوا كيفاش ديبلوكو لا سيتياسيون. كيفاش نديبلوكي لا سيتياسيون؟ هو انك دير شي فورماسيون مزيانه، يعني كاينه فورماسيون الا عرفتي انك كتبوستولي اغوش ادغوت ما جابش الله، دير اون اوتر فورماسيون وعاون بها راسك، وبدا تبوستولي بهذيك لا فورماسيون اللي درتي اونلاين، وهكا غادي تكثر من لا شونس ديالك، وغتبدا تبوستولي بزاف. قد ما بوستوليتي قد ما كيجيوك لي غوتور، ضروري غيجيك واحد الرد من واحد الشركه اللي غتقول لك فوالا انا راه باغي نخدمك معايا، وندوز لك اونتروتيان، وغادي تنجح في الاونتروتيان، وغتبدا في البروسيدور. وديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج. الا ما عرفتيش ما عرفتيش على هذيك ابوني، عفات عليها دابا تابونا معنا، خلي لها كومونتير باش تشجعنا نبقى في القناه. وتحيات الحاره من كندا.